نظرا للنداء الذي وجهه المركز الوطني للدم كتنظم مندوبية الصحة بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفات والمركز الجهوي لتحقق الدم في مراكش حملة للتبرع بالدم نتيجة للنقص الحاد والمهوي الذي يعرفه المركز الوطني لتحقق الدم. وبهذه المناسبة يوم الأربعاء كتنظم هذه الحملة في بنكرير ونوجه نداء للساكنة ديال بالرحامنة عامة باش يساهموا في هذه الحملة وفي هذا العمل الخيري والتطوعي النبيل يوم 3 ببنكرير ويوم 11 بالحاضرة الفوسفاتية. Thank you.